مع هذه المده ديال الحجر الصحي ولا الكونفينمون اللي دام عده شهور، الناس بزاف اكتسبت الكثير من الوزن الزائد، خاصه تراكمات ديال الدهون في طاقه البط او مناطق اخرى من الجسم. فأهم حاجه بيان سور المحاربه ديال هذه الدهون الزائده او الاكتساب ديال هذه الكيلويات الزائده. فكاين بيان سور الطريقه اللي تري تري افيكاس اللي هي التغذيه المتوازنه، لو برينسيپ ديال لا ميكرو نوتريسيون، التغذيه الدقيقه اللي كيكون تكون واحد التغذيه متوازنه، يعني ماشي ريجيم غير، فقط انسان تيعرف كيفاش ياكل بواحد الطريقه متوازنه اللي تيكونوا فيها ان اكيليبر اليمونتير ما بين البروتينات، يعني اللي كتكون نباتيه بحال الشكل ديال القطنيات او البروتينات اللي كتكون حيوانيه بحال الشكل ديال لي بروتين انيمال، بحال الشكل ديال اللحوم، الدجاج، السمك، سورتو لي الاسماك المدمره. تيكون عندنا خضر كافيه وفواكه بكميه يعني مع يعني اللي كتوصل، خاصها توصل ل 400 غرام في اليوم، تقريبا نص كيلو. مالوغوزمون حنا ما تناكلوش بزاف ديال الخضر، ايضا تيتكون واحد الكميه كافيه ديال الماء على الاقل لتر ونصف، اذا كان الحال سخون تنقدروا نزيدوا حتى جوج لتر يوميا. تتكون عندنا زيوت اساسيه لبدغ تتكون حاضره، ما خاصهاش تحيد غير هو تقنن في الكميه ديالها، بحال الزيوت الاساسيه بحال الشكل ديال لي زوميغا 9 لي زوميغا 3 اللي كنقدروا نوجدوهم سواء في الزيوت النباتيه بحال الشكل ديال زيت الزيتون، زيت الكولزا، زيت القرقع، اولا ايضا تتكون في لي زولياجينو، يعني في هذوك لي فروي دو انكوك، يعني بحال الشكل ديال القرقع، اللوز اكسيتيرا. تيكون عندنا واحد النظام متوازن كنبعدو عليه شي شويه على السكريات السريعه والمأكولات يعني الخفيفه اللي بزاف الناس كيكونوا عليها، دونك تخاد مره الانسان يتفادى بزاف توسكي ليموناد، او لا تكون مثلا مسائل المشروبات الغازيه اللي غتكون غنيه بالسعرات الحراريه ودي كالوري فيد، يعني تتكون واحد السعرات حراريه اللي هي فارغه من لي ميكرو نوتريمون، يعني من دوك يعني الاملاح المعديه والفيتامينات، تكون فقط سعرات حراريه خاويه. دونك هذا النظام الغذائي اللي تيكون متوازن فلا بد بالموازات اللي كتكون واحد الرياضه اللي تتكون منتظمه، اون اكتيفيتي فيزيك ريغولير بحال لا مارش مثلا، فقط واحد نص ساعه في اليوم خاص الانسان يلقى لها ضروري يعني الوقت ديالها في النهار. وبيان سور من غير هاد التغذيه المتوازنه اللي تكلمنا على الاسس ديالها، يعني خاصها تكون غير ايكيليبري، وهاد لا مارش هادي اللي كتكون كاين مع الرغم ان هاد الناس ما تيقدروش يديروا يعني الرياضه لتقويه العضلات او لا تيديروا هذيك لا مارش بزز او لا ما تيلقاوش الوقت اكسيتيرا، كاين عندنا تقنيات اللي تتعاوننا تتساعدنا من الموازات مع هاد الجوج المسائل، تتساعدنا على ادابه ديال هاد الدهنيات اوكوا با، كتكون بحال مثلا ادابه ديال الدهنيات بتجميد الخلايا الدهنيه او لا ازاله ديال الدهنيات كاينين بالليزر، كاين اللي كيخدموا الموجات فوق صوتيه، كاين اللي كيخدموا لي زون دو شوك اكسيتيرا. كاين بزاف ديال التقنيات اللي ولاو انهم كيسيبلو لينا فقط الدهنيات، بخصوص بعض الدهنيات اللي كتكون قاصحه ما تتحيدش ولو بلو سبور ولو بلو ريكيليبراج اليمونتير ما كتحيدش. ولات مؤخرا في 2020 دخلت المغرب واحد التقنيه اللي هي تقنيه الهاي فيم. هاد التقنيه الهاي فيم هادي اللي هي عباره عن موجات الكترو يعني موجات كهرومغناطيسيه الكترومغنيتيك فوكاليزي اوت انتنسيتي. شنو تتعني؟ يعني هاد التيار هذا اللي كهرومغناطيسي اللي هو شبيه نوعا ما بالموجات ديال اليغيم، يعني ما فيه حتى شي خطوره على الصحه ديال الانسان، بحيث انه ما تيستعمل لا اشعاعات لا ايونات لا بروديه لا سخونيه، يعني غيان دو تو، فقط واحد التيار كهرومغناطيسي. شنو كيدير لنا هاد التيار كهرومغناطيسي؟ كيسيبلي لينا العضلات، العضلات الجسم ديالنا اللي تتكون في جميع انحاء الجسم، ممكن نخدمو لي زابدومينو يعني المنطقه ديال البطن، ممكن نخدمو الذراعين، الارداف اكسيتيرا. من غير الرياضه ديال المشي اللي هي سهله انه يلقى الانسان الوقت ليها، ما تيبقاش له الوقت باش يمشي يدير لي سيونس دو موسكولاسيون او لا يدير ديال تقويه العضلات في بعض المنتديات. شنو دابا التقنيه هذه كتعوض لينا هذاك التقويه العضلات من غير لا مارش، كتعوضنا داك تقويه العضلات ديال 6 اشهر فقط في 4 اسابيع، في 4 حصص يعني في جوج ديال الاسابيع، يعني حصه وحده في كل 3 ديال الحصص. هاد التقنيه ديال لي زوند الكترومغنيتيك تتقدر في حصه ديال 30 دقيقه نخدموا بها 20000 يعني كونتراكسيون، يعني ليكيفالون ديال كل ثانيه يعني 1000 حركه. شنو اللي كيوقع؟ دونك العضلات
كي دونك تي تي يكون اون سو يعني كونتراكسيون سوبرا ماكسيمال، يعني واحد الحركه شديده ديال العضله، بحيث ان كتكون واحد التقويه ديال هذيك العضله، وكتحتاج واحد الطاقه كبيره، واحد الانرجي بزاف اللي منين كتجبدها تتجبدها من دوك الدهنيات اللي مخزونين في الدهون ديالنا، بحيث ان هذاك لابيل ديال دوك لي زاسيد غرا يعني الاحماض الدهنيه اللي كيكون كثير تيكون اون اكسبلوزيون، يعني كتنفجر هذيك الخليه الدهنيه، ومن بعد الجسم تيحيدها بطريقه طبيعيه بواحد لو برينسيپ سميتو لابوبتوز، او لا واحد الموت بطيء ديال الخلايا بطريقه طبيعيه كما كيتحيدوا منها الخلايا ديال الدهنيه ديما. دونك هاد التقنيه هذه اللي ولات حاليا كتقدر تعطينا واحد 16% ديال العضلات اللي تيقدروا نربحوهم في 4 ديال الحصص، حتى لو كتعطينا حتى الدهنيات نقصان ديال الدهنيات 19% اللي ممكن اننا يتحيدوا من الجسم ديالنا بلا رياضه كثيره، يعني من غير كما قلنا ديك الساعه ديال المشي في النهار اللي كنبقاو محافظين عليها مع التغذيه اللي متوازنه، وبيان سور شرب الماء الكافي وجميع النصائح اللي تكلمنا عليهم في الاول ديال يعني ديال هاد لا فيديو. دونك بالنسبه لهاد التقنيه هذه فهي لافونتاج ديالها انها بدون الم، بدون اغي دو تراسون اغي دو ترافاي، يعني ما كيتوقفش الانسان العمل ديالو، ما فيها حتى شي خطوره، وجميع الناس اللي في صحه جيده يقدروا يديروها، ما عدا الناس اللي بيان سور السيده اللي تكون حامله، السيده اللي الناس اللي تيكون عندهم دي يعني تو سكي ميتاليك في لو كور، يعني الناس اللي عندهم اوستيوسينتيز يعني واحد الحديد اللي تيكون في الذات، ولا الناس اللي تيكون عندهم فريمون امراض اللي صعيبه، مي سينو جميع الناس تقدر ديرهم، رجال ونساء يعني اكثر من 18 سنه ممكن يستغلوا هذه التقنيه اللي بالموازاه مع ان مود دو في سان، واحد النمط عيش اللي تيكون صحي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.